لعل من أعظم معجزات التاريخ هي انتصار جيش قليل العدد والعدة على جيش أضخم عددا وعدة، ولكن المعجزة الحقيقية تكمن في أن تتكرر هذه الانتصارات بشكل شبه ميكانيكي ما تتوفر العنصر الأهم للنصر، ألا وهو التعلق بالله ومعرفة الجيش أن النصر من عند الله والأخذ بالأسباب المؤدية إلى النصر. أعظم 10 معارك للمسلمين كانت أعدادهم فيها أقل من نصف عدد العدو. في المرتبة 10، معركة حطين. جرت معركة حطين الفاصلة بين الصليبيين والمسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي في يوم السبت 25 ربيع الثاني 583 هجرية الموافق 4 يوليوز 1187 ميلادية بالقرب من قرية المجاودة بين الناصرة وطبرية، وانتصر فيها المسلمون. وضع فيها الصليبيون أنفسهم في وضع غير مريح استراتيجيا في داخل طوق من قوات صلاح الدين، أسفرت عن سقوط مملكة القدس وتحرير معظم الأراضي التي احتلها الصليبيون. كان فيها جيش المسلمين 25,000 مقاتل مقابل 63,000 مقاتل من جيش الصليبيين. في المرتبة 9، غزوة بدر، أولى معارك المسلمين. وقعت غزوة بدر في 17 من رمضان في العام الثاني من الهجرة الموافق 13 مارس 624 ميلادية بين المسلمين بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي. وتعد غزوة بدر أول معركة في الإسلام وسميت بهذا الاسم نسبة إلى منطقة بدر التي وقعت فيها المعركة. تعداد جيش المسلمين كان فيها 313 مقاتلا مقابل 1000 مقاتل من جيش الكافرين. في المرتبة 8، معركة ملاذ كرد. جرت معركة ملاذ كرد في العام 463 هجرية الموافق 1071 ميلادية، وهي من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وفي تاريخ السلاجقة بصفة خاصة، وهي من معارك المسلمين والروم. تعداد جيش المسلمين فيها كان 40,000 مقاتل مقابل 200,000 مقاتل من جيش الروم. في المرتبة 7، معركة هاوند. جرت معركة هاوند بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن وبين الفرس في سنة 21 هجرية الموافق 642 ميلادية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد انتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا. تعداد جيش المسلمين فيها كان 30,000 مقاتل مقابل 150,000 مقاتل من جيش الفرس. في المرتبة 6، معركة اليرموك. جرت معركة اليرموك وهي من أشهر معارك المسلمين بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وجيش الإمبراطورية البيزنطية في السنة 15 للهجرة الموافق 636 ميلادية، وتعتبر هذه المعركة من أهم المعارك في التاريخ العالمي لأنها كانت بداية انتصارات المسلمين خارج الجزيرة العربية، وقد استمرت بعدها الفتوحات حتى وصل المسلمون بعد قرن منها إلى مشارف باريس. تعداد جيش المسلمين كان فيها 36,000 مقاتل مقابل 240,000 مقاتل من الجيش البيزنطي. في المرتبة 5، معركة القادسية. وقعت معركة القادسية في 13 شعبان من السنة 15 للهجرة الموافق 19 نوفمبر 636 ميلادية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم فرخزاد في القادسية،
انتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم بعد أن تخلص المسلمون من الفيل التي كان الفرس يحسنون استخدامها في القتال. تعداد جيش المسلمين فيها كان 30,000 مقاتل مقابل 100,000 مقاتل من جيش الفرس. في المرتبة الرابعة، معركة وادي لكة. معركة وادي لكة أو معركة شدونة أو معركة سهل البرباط هي معركة وقعت في 28 من رمضان عام 92 هجرية، الموافق 19 يوليو 711 ميلادية، بين قوات الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد وجيش القوط الغربيين بقيادة الملك رودريك الذي يعرف في المصادر الإسلامية باسم لاذريق. انتصر الأمويون في تلك المعركة انتصارا ساحقا أدى لسقوط دولة القوط الغربيين وبالتالي سقوط معظم أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية تحت سيطرة الأمويين. تعداد جيش المسلمين فيها كان 12,000 مقاتل مقابل 100,000 مقاتل من جيش القوط. في المرتبة الثالثة، معركة الدونونية. وقعت معركة الدونونية سنة 1276 ميلادية بين جيوش دولة المارينيون وجيش الفقيه ابن الأحمر من جهة وبين قوات الملك القشتالي ألفونسو العاشر من جهة أخرى، وكانت من أهم معارك المسلمين حيث كان لها تأثير كبير في تاريخ الأندلس الإسلامي، وقد أوقفت زحف النصارى في الأراضي الإسلامية وأخرت سقوط مملكة غرناطة لمدة تزيد عن 200 عام. تعداد جيش المسلمين فيها كان 5,000 من المارينيين و5,000 من الغرناطيين، أي 10,000 في المجموع، في مقابل 90,000 مقاتل من جيش النصارى. في المرتبة الثانية، معركة بلاط الشهداء. معركة بلاط الشهداء أو معركة تور هي معركة دارت في رمضان 114 هجرية الموافق أكتوبر 732 ميلادية بين مدينتي بواتيه وتور الفرنسيتين، وكانت بين قوات مسلمين تحت لواء الدولة الأموية بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي من جهة وقوات الفرنجة والبورغنديين بقيادة شارل مارتل من جهة أخرى، وانتهت بانتصار قوات الفرنجة وانسحاب جيش المسلمين بعد مقتل قائده عبد الرحمن الغافقي. تعداد جيش المسلمين في هذه المعركة كان ما بين 10,000 و30,000 مقاتل مقابل جيش الفرنجة الذي تراوح عدده ما بين 200 و400,000 مقاتل. في المرتبة الأولى، غزوة مؤتة من أعظم معارك المسلمين. جرت غزوة مؤتة وهي من أعظم معارك المسلمين في جماد الأول من العام الثامن للهجرة الموافق أغسطس 629 ميلادية بين جيش المسلمين وجيش الروم والغساسنة، وقد قامت هذه المعركة بعد أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي رسولا إلى ملك بصرة يدعوه إلى الإسلام، فقتل الملك الرسول واجتمعت قوات العرب النصارى ومعهم 100,000 من الروم قرب قرية مؤتة، وكان القتال مريرا واستشهد من المسلمين 14 رجلا فقط، منهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وبعدما استلم الراية خالد بن الوليد قام بمناورة سمحت للمسلمين بالانسحاب بعد أن كبدوا العدو أكثر من 3,000 قتيل، وصارت منذ تلك المعركة للجيش المسلم سمعة تزلزل كل قبائل العرب. تعداد الجيش المسلمين في المعركة كان 3,000 مقاتل مقابل 200,000 مقاتل من جيش الروم والغساسنة.